أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة: ولا معنى لأن الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد. قال أبو حيان: وزعم الزمخشري أنه ينجر مع التوكيد معنى آخر، فقال في قوله تعالى: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، دخلت أن في هذه القصة ولم تدخل في قصة إبراهيم، في قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، تنبيها وتوكيد وتأكيدا على أن الإساءة كانت تعقب المجيء، فهي مؤكدة في قصة لوط للاتصال واللزوم، ولا كذلك في قصة إبراهيم، إذ ليس الجواب فيها كالأول. وقال الشلوبين: لما كانت أن للسبب في جئت أن أعطي، في جئت أن أعطي أي للإعطاء، أفادت هنا أن الإساءة كانت لأجل المجيء وتعقبه. وكذلك في قولهم: أما والله أن لو فعلت لفعلت، أكدت أن لم نسخم دا ما بعد لو بلان لويك ألا أبو حيان دا هيا ما بعد الواوية، إيه أكدت أن ما بعد الواو وهو السبب في الجواب، وهذا الذي ذكره لا يعرفه كبراء النحويين. انتهى درسي سيهم لدرسكاني شرح مغن اللبب. لدرسي بيش دا أو ما باسكر كا لو شرح لكولينوي بيشو دا كردم بهر حال بوية أو تشان درسان زيقنا ودرسان نحتارم سلينتو مريم كموانية، چونك بفضل خدا كاركم لسر مغني كاريكي زور باشا نالم بعيبة، چونك كاري بشر هي تيوانية كبلين بعيبة، كاري بشر هي مشخصة چونة معلومة كچونة، همو من بشري نوزعف وزبوني لكار من دهيا، بلان لقدر بزاعتو توانايي خومو لقدر أو كدنا صاغمو زور بدنم ساقنیا لکولینوی کی باشم بوکلو زحمتی کی باشم بوچی شاو فقیق بو رفیقم بو دی گوت قلت له دوام نو بو کبون با ماموسا صدنی گلی گوا وسا لسقز دم خن سمدیم دخلن مقدمه سمدیه که هل شرح سمدیش او مجرا و تو دي قلت أوي هي عبارتي كتير دايا بحسي بيناسي كتير كذا كذا لا أكتب من نصيما وكفوائد صمدية أم تعبت من يعني هي حوت من هذا الفني ما نفعه أعم مشتيش بخدا نظام مشتيش أوي كتير دايا جادي قلت حوت كبمعنى يعني لخوي قلتو خلاصي كلام احتواي كدو كوي كدو تو لخوي دا يعني أم كتابي من شتيشي كوكدو تولى خويدا لقواعد النحو داكوا نفعكي جشجيرة لواقع داشتي أبابا تيم لناو تيبا كادان خد تي قد أو ما مستايا دي قد كد سارت أي صمد يمامو دي قد بمني دي قد فلاني أري باشا آخر أو نازانم أم كابرايا بحوتي ليتيك جو لي بو بحوت لي بو بحوت باشا جا دي قد أري باشا أم ماسية تدك الارد أم كتابة نحو ونحو ترتيكي بماسية باشا جا دي قد لأخير دشي قد دي قد بخوا خو واج نزاني كمن جمنا داوتي بخوا شوانا خون بيه وكشتو أون دي متعلع عبودكا بوي باشد فيه بلوم جا منيش وكو بماسية خون بيه وكشتو أم كان درسانة شيشان هبو براسي نعلم غلط بون هميان غلط ينتداه يا بيقومان بلا نعلم هميان هندي چي بلا انتازة من كاركم تاوه كدوين نو الدرسي خوازانم با كامل كمتهم زي اوكي كشي جويلة دي قرمو بمرور لهر شو نكا بدلو نبو او شو نو إصلاحكم شيشان ما نابي هو لحدي درسي قدو درسها ببنيانة بن اواني كينا تاو بس ما كلا تنابي خطيبك بمشي وددوا ومش هلا سردوا عنك أو بدوا داتون كي أو دعوة وام توضيح دابو بلا أم عبارتك أخوين مواني بابو تان أخوين باشا عرضي خوش وستاني خوم كم
ام بابته زيني شو هات من قرام 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 دي 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 ليلة لوي ليلة لوي لخزبتان دا عرسكم لا ابن هي ابو حيان امشتي لا بل لا تفسير كان بتورست شرحي كي لسر تسهيل كردو تسهيل ابن مالك باشا تسهيل ابن مالك تسهيل يكيك لو كتاب باشانك خدي ابو حيان معترف بوك دليل لدواء الكتاب شتي وكو تسهيل ننسراوة لنحودة جابوية اوا وايلوي كردوكا بهر حال شرحي كيف كان بلا شرحك شرحكي انتقادية بزوري تاوكو ويكابلين اوا بيت جا من بدودا چون بو كرت قرام ليرة لبي مخطوطيكي اكتبي ابو حيان پیدا كرت باشا من قمان بو كالوية دابيلا شوينة كاديتم كدلي أبو حيان أمشتي لشرح تسهيل نصيوة كتابة كشي كلاسة تسهيل نصيوة بناوي التزييل والتكميل لشرح التسهيل التزييل والتكميل لشرح التسهيلي تاسي شوار دبرجي لتبع بو حتى ونبوة ابن أبو ابن مالك برحمة بلا التسهيل دا وكو ألفية رشتوة باشا يعني ترتيبي بابكاني نحو من ديشتي فرقي هبه شاد بلان لو تند شويني فرخي بباشو بيششتي شي او بلان بقشتي هالبوشي وروشتو عادة لألفية دا ما كشرحي بهتة المالية وابن عقيل دخوانين لدوا بحثي بلين توابع هند بابتي كأمزادة تسالي عرابي فعل مضارع مرفوع بني مضارع منصوب بني باشا مزوم بني لبحثي منصوب بني كيدا كبحثي اني كردوا ابن مالك برحمة به او صورتاني كي اني شهناوة كمزاري بان منصوب بوكو مثلا دادل ان بو تفسيري دي ان بو زائدة دي بو امانة دي بو امانة دي مثلا جا لو شوين دا ابن بدأ كدبل برو بدأ كدبل من درس الحياة جا ابن مالك او يقوتوه لما تنك لا بلان ابن ابو حيان هاتو شرحي كدوه باشا جا من دا دو شوين ودستم كوت ارزي براي قومكم علي او عبارتك يتي باشا وزعم الزمخشري اما لا التزيل والتكميل لها دوكاك وزعم الزمخشري انه ينجر مع التوكيد معنى اخر هندي فرقي هي لقالوا ايرا باشا عرز بريخ ومكم بلا زور ساكا فقال في قوله تعالى يعني زمخشري يتي ولما أن جاءت رسلنا لتنصيئ بهم باشا آآوا أرزي خوش ويستانكم دخلت أن في هذه القصة ولم تدخل في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى بل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى تنبيها وتأكيدا في أن الإساءة كانت بعقب المجيء لردا لما ابن هشام ذاك هنا ويتي تعقبه هنا باشا بل بعقب المجيء لردا وادله فهي مؤكدة للاتصال واللزوم ولا كذلك في قصة إبراهيم إذ ليس الجواب فيه كالأول باشا إذ ليس الجواب فيه كالأول جام لنسخه اقداء واحد وضعه او شرح تسهيل كي ابو حيان قال الاستاذ ابو علي باشا فيما نقله عنه صاحب الاعراب نظام شيء وكسيه باشا انما كانت دالة باشا ومنبهة اوهاتوا على السبب وانه وقع بعقبه الاساءة لأنها تكون للسببية في قولك مثلا جئت أن تعطيني اشتيشي وشيوية أي للإعطاء باشا جاء ما تأي دامك آوى دروا لا شونيش كده آوى دالي آوى هاتوا لأنها تكون للسبب في قولك جئت أن تعطيني إلى تاي فلما كانت مفعولا من أجله
بلى فلما كان الليلة دا نسخك هناما في المسجد كانت لشون كذا فلما كانت مفعولا من أجلي دخلت هناك تنبين على أن لساته كان لأجل المجيء. قال وكذلك قولهم بمشي ويك دلنتي أما والله لو فعلت لفعلت أكدت أن ما بعد لو ما بعد لو باشا لهند النسخة دا دلي هاتوا ما بعد الواو هاتوا بلان وكو ليلة لو ابن شام دا هاتوا ما بعد الواو هاتوا لهند ليلة دا بلا بلا ليلة دا دلي لم نسخيها كمن لبردس ما يعني من لدوش وين دا اشتكى موجير كوتوا باشا لشويني كان دا ما بعد الواو هاتوا لشويني كان دا ما بعد لو هاتوا أبو ابن هشام ما بعد لو كي هنا ولا كان دا هادو نسخة كهيا بلا هندك دلن ما بدل واوك خطاش تيشي ابو الشيوية برحل كان زور بونيا جارسون كما كاري شرحي تسيل ناكين تاو كوبين لسال مخطوطة كقصب كين يخصى ناكين جادوايا دلن وهو بلا وهو السبب في الجواب الذي ابو الشيوية اواما بسم اوبو كنقلي بابتك تانبوب كم وكخوي كبلا جنابي ابو حيان امشتيك قتوا ابن هشام برحمد به نبختاني بو كدوا نهشتك چونك خطيب لمعنى دا اشتكان خليك بيتام دكا بنوعك ابن هشام دخاتا مظاني اتهام اوانوا جابوين اشارا نقلم كدبا بوكو خوي كلا شرح تصيل ابن مالي ابو حيان امشتا يقوتوا بلا لتفسيرك لا نيقوتوا ولا بر أوش أي نازلم خطيب جوين دعوتي شو كوان لما حيتيك عربي دان دد أجد شرح تسيلي شيء لبر دسان أبو بيه دسي دقيش لما خطوط كان أجا إيشي وكمال إذا بالحال ده مني نكره هو جابوه إتر بمشي ويدي هنجاود أنا بوي تختي ابن هشام كأكوه كمثلا ابن هشام خوانا خاصة بيه هو بكا بدم أبو حيان و مثلا شتها البصرية كنامة بس شتيها نبصو مثل شتكا بمشي ونقلي كدو هذا شوين يخوي داو خوي قول الله ملاشان رازي بزا اسفي دزكين بشرح بصي اويكا أبو حيان وتوتيو باشان ابن هشام جواب داداتو أفرمي مسألة يعني مقصي ابن هشام ولا معنى لأن الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد باشا كما بسمع لأن الزائدة كدو تواوين أن الزائدة هج معنى يكين يجيغ لتوكيد وك همو وكو باقي وهمو أو زوائدانا كجيغ لتوكيد مشتيش كان تداني يعني توكيد تدايا جيغ لتوكيد شتيك لخونا قرتوا فقط توكيد قسكي زود شوانا اگر انا كلا كلامك دابو تأكيد كلامك دا كان نبو تأكيد كده فوتت تاو قال ابو حيان ابو حيان دلو زعم الزمخشري والزمخشري بيو ابو اما ابو حيان بل الزمخشري نقل لك بلا نقلك نادرس ودوايا من باسج دكم برابرم كدوالا قلوي لنقل دكا لتفسير الزمخشري ابن هشام نقلك ناوين قتواو باشا كتوتي زمخشري بيو ابو اني حسا ابو حيان ليقدانوي كردو ابو او بوتي زمخشري لويدا لك الشاف داك كتوتي ليقدانو كيف مشو بجا عاده انسان غب بيانوبو لك سيك شتي بو درز بيت باشا ابو حيان زول بيانو ببرو بيانو ددوي لك زمخشري دا وكو باسمان كلو بيش زور بي هستياره مترو انكاري ناكلت اوشتا او هستيار بوني واي كدوا كهندي جار وكو ابن هشام ك بلتفيدك بالنسبه ابو حيان والرك ابو حيان جه حاليتي بالنسبه ابن مالك وبالنسبه زمخشري والرك ابن مالك بالنسبه ابن حاجب او بلتفي بمهرياني بوا او عادتي علماء وبداخه ايتل اخو انا بشر بونو لو صافي بشري خارج نبونو طبيعه بشري شوايا كبيع قلص ذبل واقعي ده بهر حال دلزم الشريف يواب وأنه حال جروايا حال شأن وايا ينجر مع التوكيد أنه أني زائدة أو ينجر مع التوكيد معنى آخر ماشا لقل أو دا
كبو تأكيدا معناش كبدو خوي دا راجرشك معناش كراجرشك. فقال دلالة في قوله تعالى لم آتي سورة أنكبوتا فلم ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وتويتي دخلت أن في هذه القصة أن لم قصة دا يعني لم سرقزشت دا كسرقزشت لوط نبي عليه الصلاة والسلام أن هاتوا ولما أن جاءت كوتماني شلا أو شوانانا كشويني زائد بوني أنا لدوا لما وبد لما يحيني يا توقيتي هر كاملاني ناو دبينا وبد ششماني لودا إيه جاد لك تودي أن لم قصي لطدا هاتوا بلان ولم تدخل في قصة إبراهيم في قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما لا سرغزشتو داستاني إبراهيم دا عليه الصلاة والسلام كده فرمي ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما ليه دانهاتو ليه دانهاتو ولم لقصيلو تاهايا بلان ليه دانهاتو جاء أم جاء ليه ركان دا دالي ما بس يتي دلزة ما شريكتو يتي أني زائدة جغل ويك كاري توكيد دكا معناه شكشك الخوراش يشد إذا ما تأجيل يكا ليه دا أي معنى كيكة شيء على التنبيه أم تنبيها التي دخلت أن في هذه القصة باشا التي داخل بوني أن لقصيلوتا دليل كيكة شيء تنبيها باقا كرنوا آقا دار كرنوا وتأكيدا تأكيدوا داكوكي كردن على أن الإساءة كانت تعقب المجيء أو بينا خوجونا لدوهات نكبو معنى آتك واضح بوينيكم ولما أن جاءت رسولنا لوطا وقتك نيردرا وكان إماما بس أوكم الله ملائكة بنك شون ولا لوطي بيغمبر عليه الصلاة والسلام تبعة كتشون بي باشا كتشون بي أوابك وكو مشخصورون وكو واضحة جاء تبعي دلن يك لحظة بيامك بنيرن با أو ولكاتك كنرى وكان يما بيغمبرا يعني فرستادقان بقول فارس بيام بران يعني أواني كبيام ينرن لا إخوة وبولاي أو لوطي نبي كشن بولاي نرى وكان يما شن بولاي لوط سيئ بهم حالي بيانتك شبو شوكا لقل كومالا خلق عم بيغمبرا درگیر بو که هر کس یک چوتر پلاماری خلقی انده دا انسانانی که بیا روشتو بی اخلاقو اوانه بون باشا جا عرضی خوشویستانی خوم کم علیه اوه که ان لا اوه لوتا هاتوا اوه تنبیها و تأکیدا اگا دار کنو دا کوکانی لسل اوه که ایساعت او حال تیک چونه لوت كانت تعقب المجيء أو إساءة كاتك بوا دواهات نكرو داو يعني أو رسولانا كأو كومالا ملائكة بون لسر شكل كومالا جنش هاتن بولا لوت دواهات نكي أوان أم حالي أم بيغمبرية تيكشو لبر أوا ما ترسيب السكاتي بميوانا كاني بكرت أوشتي في هلوا كمنية بو أو دبيت بو ما ترسيده بالواقع ده. جاء فهي مؤكدة في قصة لوط للاتصال واللزوم فهي أني زائدة تأكد أكاد تأكد كروية لقصو سرقزشت داستان لوتا للاتصال واللزوم باشا داكوكي أكاد لقصي لوتا لبر اتصال لزوم اتصال لزوم يعني شيء يعني لبر متصل بوني جوابك بشرتك شوك أم لما رابطي بيبلي لما وجودي بيبلي لما يحيني بيبلي بنوع جوكو أداتي شرد وهاي الواقع ده أن جاءت رسلنا أو وكو شرتك وايا أمل
سي ابي مو كو جواب كوا لباسي لما دا تيرو بتيرو تسال باس مالك تو لبر اوا الله لبر اوا ام اني زائده تاكيد اكا لقصي لوتا ام تاكيد كدي كان لبر اتصال لزوم يعني لبر متصل بوني جوابك بشرط كويه اها جاء ان جاء رسولنا لوطا سي ابيهم تاولي اها سي ابيهم دو شرطك هاتو اني جوابك دو ابي هاتو لبر متصل بونا ولبر لزوم بونيشا وام لما جوابي بيويسته بقولي دو ثاني سنين جوابي قالك بي جواب نابت حتما جوابي بيويسته حتما جوابي دابت ببي جواب اشتهر نابت لوقيده جاء لبر خاطري اوه ليردا ام انا هيش كتأكيد دكا اغادارش من دكاتو لسر اوه ككاك او اساءتو حالتك جوني او پیغمبر نازداريا رق دوا بدوا هاتنك يعني فاصل ايقنو لوقت بدوا دوا بدوا هاتني او كومالا ملائكتا لسر شكل وشمائل وشيوي كومالا قنج هاتنا لاي حالي امتك جو او دبيني شرطك وجوابك متصل بيك ولازم وملزوم يكن لذلك انا دا ام انا ام ايشي كردو باشا جيقلت اشي لك او كارشي كردو بلام ولا كذلك في قصة ابراهيم ام اتصال لزوما لقصة ابراهيم دا كدلي ولقد جاء رسولنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما لودا اشتنية او اتصال لزوما نية باشا تاوكو هالغري تأجيل بي بلان چونك اللوي بيج دا او القصة يلوت اتصال لزومك هيا هالغري تأكيدا يعني دا چونك ام جوابو شرطة بيكوان بيكو غريد راون بيه يقنابن ان لوي دا جي خويته ببيت بلان چونك اللقصة ابراهيم دا اوشتنية اصلا هبكارناك اني ديبت او ابو حيا نقل يكال الزمخشريوة ودبينين دوايا ابن هشام رضي لدلاتوا اشتكى بيتشواني او يكا هي زور باش عرضي خوشوستاني خوم دكم دوايا او اقصخي زمخشري وقال شلوبينو شلوبين كا يكا كالزاناني قول اويش علي لو مخطوطيا كديم باستاذ جناي دبا استاذ ابو علي شلوبين ام بريزيش ابن هشام ابو حاني ونقل دكاك تويتي لما كانت ان للسبب في جئت ان اعطي اي للعطائي افادت هنا ان الاساءة كانت لاجل المجيء وتعقبه لكاتيك ان سببيتي تداه باشا لشوين يكتو لجئت ان اعطي او اني مصرية بو يدخلون ان اعطي اني زاهد دنيا طلع لكاتك دا أن لناو أن دا سببية هيا باشا وكل مثال دا من دلك هاتون بولايتو للإعطائي أن أعطياني أي ليلة يعني بوبخشين هاتون بجقلون هاتون بشتكا وقتك آوايا أفادت جوابي لما أفادت هنا أقيند هنا ما بس في قصيلوت أشتب وقصيلوت إفادت دا دقينت ليركان دا أنا كأو دقينت كأن الإساءة لقصيلتا أن الإساءة حالتك جونك أو بيغمبر خوش ويستيا صلى الله عليه وسلم أو كان لأجل المجيء وتعقبه باشا لبر خاتري هاتنكو خلاصي كلام تي بيضلا ولبر خاتري أو بوا لبر خاتري هاتنك بوا وتعقبه باشا لبر خاتري أو بوا البته لو نسخانی کدای که من تماشام کرد، او تعقبی تنهایی لواقع دا، باشه؟ جابوی زود جوان پیشی نخواه لواقع دا، بوی دلم با یک سری که کمانه، یک لحظه بالا. بله تم على أن الإساءة كانت لأجل المجيء بله لأجل المجيء أها تيدانية لا مخطوطة كان لو مخطوطة أنا ذاك
أصلي بحثكي أو تدايا أو بلين ك أبو حيان باسكي تداني له ده بلا بهر حال أموي هنا إيه كان لأجل المجيء وتعقبه يا بعقبه دبيت لهندي نسخة الله أعلم عوابد الله أعلم دبيش تكبر الشيوبد زور بهر حال زور شاكا بلا جام جام دقين دليرة كندا أنا كأو دقين دليرة داين لقصي لتاك إساءتك أو حالتك شوني أو بيغمبرية لبر خاتري أوان بوا وتعقبي ودوابدوي أوان جوا يعني وبعقبه الله أعلم جوان تربية جهرت أن دواش تماشاكو مال مخطوطة دا كم يمغني لي بلا ما دبي وابي الله شوكا دا خدي مخطوطة كدا تيلاني ويكا أبو حيا النسيبتي إذا أنجا ذكره وابن هشام مخطوطيك اللي لابو بي أو يتلابو بي وادر ذاك بالريتياتي اشتهي السيرينية بارحال لأجل المجيء وتعقبه يعني دواب دواي أبيش بوا دواب إساءتك ودواب دواي هاتنك بوا وكذلك في قولهم هربوش ولا ودع كعرب ضلن أما والله أن لو فعلت لفعلته أكدت أن ما بعد لو لنسخك الواو هاتوا وهو السبب فرق هيك يجب حال اشتكناك وهو السبب في الجواب هر بو شيء ويا لمثالك اداك والله ان لو فعلت لفعلت انا كتاكيدك كدوال وك يا وك فرقناك باشا ك والله ان بلا لو كجوات الله اعلم بلا وهو السبب في الجواب باشا دوال وك لواقدك هو كار الجواب كذا هو كأتتوب ما بعد لوك مثلا بونمونة ودبيني باشا اشتكاني أقابيني مثلا تاوتوية شبكين باشا جاريت جوابك لقصي إبراهيم دا كدلي ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قالوا سلاما او دقتك او جوابك او تحيك يا كلاقده لدوحت نكبو حسب زاهد بهواشي بو باشا بلان او جوابا ارزي بلاي خوم كم ك لوي سرق لقصي لطهاتوا خلاصه كلام نا اساءك حالتك شنك هر دوا بدوي او هاتوا ببي وانك سيبي ضلن يعني ببي اشكال هر بدوا دوا بدوي هات نميوانا كان لتا حالي تيكشو بلان ابو حيوان قل لك كقويا زمخشري قد بيتي لقصي ابراهيم دا جوابك كديدنا وبا ابراهيم دوا هاتنك ببطئو بهيواشي وبلسر خوي اوان ابو بجاو استكانا لواقع نوت الأمر دا بحث يكين دوايا باشا جام جام دالي ليركان دا أو دالي لشلوبين ونقل دكا دالي أو دا جيند كإساءتك لبال خاتري هاتنا كبوا چونك هاتنا كا هاتشتيك لواقع دا مصبب بلاشتيك نتيزيشتيك بيت تتواني مولين دوابدو أيوبوا كدالي أفادت هنا ديجيند أنا كليرة كندا لقصيرتا كأن الإساءة بات حالي وحالتك شونك كانت لأجل المجيء وتعقبه لدواي لبر خاتري هاتنكو ودواي هاتنكو ولبرو كلدوا هاتنك رويداوا وابوا لبروا شونك اشتيك نتيجة اشتيك بي تبعة لدو أوشتا واقع دبي أما اشتيكي واضح حرون الواقع إيه أمزا أوا نقل كرت جنابيان ويا ساتشاوي كمان لا نيه شلوبين اب زين دخو شلوبين امشي لشوين لشويا وتوانا وتبلان ساتشاوي زعما خشري لا باشا وبويا امجد ويا ابو حيان كشتكي نقل كلوكتي وهذا الذي ذكره امشتك ام دوبرزه وكو زعما خشري وشلوبين به بغماني ابو حيان كذا الذكريان كدو اوشتيا ذكر الفكاشه زعما خشري وشلوبين أو زميلي مفردك حاكا أتيته بوشيب اللزيك بسم الله أو شتيك أوانا باسين كدوا
لا يعرفه كبراء النحويين. يعني النحوي جورا كان ناي ناس نشتي يعني اعترافي بيناكل يعني داني بيدا ناين نواتا شتيتي غلطو بليتي انغوت ولا واقعدة تاو او نقلك دوايا. والذي رأيته في كلام الزمخشري في تفسير سورة العنكبوت ما نصه اوي كذا من ديوما اما رخني جوري لسر ابو حيان كذا لتوشتي نقل لك الى الزمخشري اوشتوانيا باشا اوشتوانيا جابو يدل. والذي رأيته في كلام الزمخشري اوي كوام من ديتوما لكلام الزمخشري دا في تفسير سورة العنكبوت لتفسير سورة العنكبوت ما نصه اوي نصكي يك أن أو أم أمن السكتي وبرابر الشمكل هاد بمشي ويا تماشاك دلجي زمخشري دعاء أو آتيك لسورة عنكبوت هذا ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم ألبدا باشا على شي على أن صلة أكدت وجود الفعلين مرتبا باسم فاعل مرتبا أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما كأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان كأنه قيل لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريث باشا من غير ريث جاء مزادي قد كان انتهى. يعني واتا قصي جنابي زمخشري تاو قشتا كوتاي كوري اوبيا ونمري زور بچه تاو ليرا كندا باشر حكي قصكي زمخشري بكين بلان بيشر حكي دواي قصي چكدا كن لسري على أنصلة زمخشري ذا أني ولما أن جاء رسلنا لوطا أو أنا أني الصلية يا مدبى وقخوي مصطلحي حد زعناك بناء بزانين أجر بيت وبين قصة لسري يمكن بويا مدبشتك أجداري بين تماشاك الزمخشري ذا لا أنصلة أنصلية يعني اللي هندي اكتبها كذا الزائدة او دلا الصيلية من او تعبيرن في يدرس الى تعبير الزائدة شوك الزائدة هر نايوشي ناخوش عموما اوان اوشتيك الزائدة بيت زمخشري هر دلا الصيلة زور تعبيريك جوانا على انا كالصيلية باشا اكدت وجود الفعلين تأكيد تدكاتواني بوني دو فعل دكات باشا مرتبا جلس مرتبا قسيك داكين لباري ما بسيتش مرتبا احدهما على الاخر باشا ام انا كذا ولما ان جاءت رسلنا لتنصئ بهم ام انا على التاكيد بني دو فعل لكاته فعل كانت جاءت وسئ بهم جاءت رسلنا لقلسئ بهم تاكيد بني ام دو فعل انا دكاته كوا مرتبا أحدهما باشا أكدت وجود الفعلين مرتبا كأودو فعلانا أو حاليانا مرتبا أحدهما على الآخر يكيان مترتبا بسر أوكي كدا يعني يكيان سبب بوكي كان هاتنك مرتبا بنسبة سيابيه أقرنا هاتنا حالي أو بيغمري تيغنالتشو باشا في وقتين متجاورين لدوكاتك دوكاتك نزيق بيكن حاوسيكن دراوسيكن هاتكاتكن لا فاصل بينهما فاصل بين دوكاتان كاتانانيا ما بس كيو يعني مولتك لأرادانيا بهاتني اوان بولاي حد ببي فاصلة دبيني حالي أنبياء غنبري عليه الصلاة والسلام تيكتشو باشا كأنهما وابدتي هما تتوبوا فعلين أو دو فعلي وجدا في جزء واحد من الزمان هات نجي ليك جزء باشا لكاتيك لبشكاتيك لزمان لجزئك لزمان دا باشا أم دوشتا هات نجي كأنه قيل وك أودت شد وابدتي وترابت لما أحس بما يعني أما وك تفسيري لما جاءتها وابدتي وك أو بيوترابت
لما أحس لكاتك لوط إحساسك لحستي كرت بمجيئهم هما كجتب رسل بهاتني أو كومالا رسولية أو كومالا ملائكية بولاي أو فاجأته المساءة فاجأته لفجأة فجأة كتب بري ناكاو لناكاو مساءة بوهات بيشي هاك جتب بولوت تبغى مساءة فعلي فاجأته فاجأته المساءة لكاتك حسي بهاتني أو كومالا ملائكية كرت فاجأته المساءة لناكاو لكتبر مساءته نارحتي وناخوشي هات بيشي بوي من غير ريثي باشا بوخيد الله ورثو البطء بابي بطء بابي صصتي يعني 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 بابي مولط انتهى يعني قصيزة مشريته لسم مرتبا حالا لألفعلين عاملك شيء أكددني بلك وجوده لبر أو مساءة كالدوادا دلت سيئ بهم أبا مشيوية كمساءة لي والدجيرية أما ساءة مترتبة لسل هاتني رسول يعني رسولك أنا هاتنا أما ساءة روينة دادا لواقيدا وأنا كتشوت أو نيوانوا أما بجهتي تأكيدا بو أو ترتبة كالبيني جاءد رسولنا وسيئ بهم داها لواقيدا جا دروزني كبلين عاملي مرتبا كحالة أكدت بيد بلكو وجودا لبر أو التأكيد لواقع دا عرزي بلاي خوم كم عوائل بسده لبر التأكيد كان لحالك داد بي كي كان أو بيترتو بي بسده كما بس أوني لواقع دا كبلان عاملي مرتبا وجودي النق أكدت أو باري قواعدي أو باشان ما بس اللي ابن هشام تشي اللي ردا امشت اوا دين قصكي الزمخشري بحرف و وكخوي نكبه مضمون وما معنى نقل لك ما بس تبرئي علامه الزمخشريه لا خلل ده لقصكي الزمخشري هيج الى دي تدانيه ايرات هي بلان ايرات لقصكي ابو حيان ده باشا وباشان تزيفي أو قصدك كلا شلوبين جاو نقلي كردو دوايا چونك الآخرة دلسوما إن قصة الخليلي باشا باشان كدالي إن قصة الخليلي أما إشارة بو أوكا لأقصك أبو حياندا لنقلك أبو حياندا تخطئي چكشي هلاي چكشي باشا باشان بسوما دي هنا سوما إن قصة الخليلي إشارة برو أوكا لبيني دو أم دو هلانا دا فاصله الى واقعده فرقه يعني او حليك ومش حليك دو هلن دو شوازن لهلدا باش نقول ثم كيف يتخيلوا اما اشاره بو تخت اي سيوم بو هلي سيوم باشا باش لا ادامه لا ثم التعبير للرد كذا ثم اشاره يعني تشوار هل الدرد يعني لا التي بذرا تشوار هل الدرد يعني لقسكاني أبو حيان حالي أوليان أويك بحزكا كدلي كاكي بلا لواقيدة أويك لشلوين ونقليكا ضعيفة وباشان أوشك بالنسبة زماشري وتويتي أو كاري زماشري خلالي تداني خلالك الأبو حيان دايا وباشان أمزا ثم نقص الخليل إشاري بو حالي دوم باشان ثم كيف يتخيلوا إشاري بو حالي سيهم ثم التعبير إشاري بو حالي شوارم لا تنتج نفسه باشا أما النكتية كوا لوقدة ضرورية كوا بيزانين بحرحال إذا أبدأ تماشا كم زان الدلتي على ورثوا أما تفسير قصكي زي ما شاء البطء سستي هواشي وليس في كلامه تعرض للفرق بين القصتين كما نقل عنه الزمخشري لولاوتي كوتي دخلت أن في هذه القصة ولم تدخل في قصة إبراهيم تنبين وتوقين على أن لساءتها كانت تعقب المجيء بعقب المجيء فهي مؤكدة في قصة لوط لسائر ولدهم ولا كذلك في قصة إبراهيم يعني كتير بين قصة لوط إبراهيم جاوزي هي على لكلام زمخش بعد جاوزي هي بلان ليس في كلامه لكلام زمخشري ده هجورة إقدامك باشا هنقاونان اقنية للفرق بين القصة بويك بلا فرق بيني آياتك أي سورة لوتسيا ولقال سورة هودة آياتك أي سورة عنكبوتسيا لقال آياتك أي سورة الهودة
يعني اصلا زمخشري نكوتو تو فازو نكوتو تو قناتو مجرا وكانالو قبل بيلير دا فرقي قصه كي لوتكا لقى قصه كي ابراهيم دا اصلا ودلا اما اوت اما اما تختي اول ابو حيد لا اما قصه كي ابن زمخشري ابن شان دفر اما قصه كي تي دا ور بيملن لم قصدا لتشوي دا تياتي كوا زمخشري باسي لوكد بك بليم كبلي أم دو قصة قصة لوت إبراهيم جاوزي أنت دايا وليس في كلامه نية لكلام زمخشري دا تعرض إقدام هنقاونانك للفرق بين القصتين بو بيان جاوزي لبين دو قصة كدا اشتواي هر تيدانية لرد أما تشون هنا وتا تيدانية دقت كباشا كما نقل عنه وكو نقل فعلك أبو حيان لتتوه عنه أو زميل أبو زمخشري لتتوه وكو أبو حيان نقل كالسي لزمخشري أميك وباشا ولا كلامه مخالف لكلام النحوين باشا وكلام زمخشريش لولاوا بيتواني كلام نحوية كانية يعني أوي كأم دليل أخواره وهذا الذي ذكره لا يعرف كبراء النحويين أويك أبو حيان بحث ذكاء لازم أخشري وشري بدل أميك أمان ديلان نحوي كان شتيوا نانازان وشتيوا نالين وباوريان بشتي لو شيوان يا على أصلا كلامي زم أخشري بيتشواني كلامي نحوي كان يا بو لإطباقهم على أن الزائد يؤكد معنى باشا يؤكد معنى ما جيء به لتأكيده لبر أو علماء نحو إطباقهم هما كتب ونحوين كلفنا أخواتي باشا لبر أو علماء نحو إطباق ينهي يعني إجماع ينهي يعني كوكن لسر أو كهاشتك زائد بو تأكيد معنى اشتك كاتب ما لي دابلين نكيري بمعنى شيئنا تأكيد معنى اشتك كاتواني كوا جيء به هندراوة أو زائدة ما جئك راو به بزائدك زائدك هندراوة هاي به برنوب وزائدك لبلو علماني نحو إطباق وإجماعيا هي لسلا والزائد تأكيد معنى اشتيدك هاتوا كجيء به هندراوة أو زائدة لتأكيد وتأكيد أو ما أو بمعنى شيئنا وتهائي به برنوب وزائد هاي تأكيده برنوب وما علماني نحو إجماعيا هي لسلا كاشتيك كزائد بو تجدي معنى اشتيك دكا كأو زائدة هندرا وتجدي أو اشتيك باشا كاكا دي بابساني شوانا ولما تفيد وقوع الفعل فعل الثاني عقب الأولي وترتبه عليه لما إفاري تدكا تشي أغينت قازان جي تشي بكاري تدي بكالكي تدي والله بكالكي أودي بكالكي واقع بوني فعل الدوهم دي بدوا فعل أول ده وترتبه عليه هاي ترتبه بنو بفعل ثاني هاي عليه بنو بفعل أول ودامزران دني فعل دوهم بشون فعل أول ده يعني فعل دوهم أسري لسر مترتب دبيو ترتيبي أسري لسر ددري دوا فعل أول كي فعل أول كارو دا يجرو دا أصلا لباسي لما دا هر بوتان وهينم با إن شاء الله أوش توضيحاتي باش من داوا الحمد لله لشويني خويلة إن شاء الله ديجيني يا دعاء أبو خوتان درس كان جبلا ودبنوا أنا خدا بشتي وان بيه شكاري باش من بوكلوا جو ويتوزم لا بركي حد زرعك لما سجورة كاربانية أو هو أم جاء عرضي بلاي خوم كم تماشاكا لما أول ك لما أويك جازمية حرفة باش وكل لمويا كاربانية سورة كان جاوزي لم ولما بعندك دواء دشت أسن من أجوه لما أن تختص بالماضي فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما دلت دو جملة دبت أولا تابتها بماضي وناس تسر مزارع دو جملة دخوازي جملة دو هميان وجير دكوت فيدا دبت لكاتي موجود بونو وجير كودني جملة أولا لوكو لما جاءني أكرمت إكرامك كاتك دي تجيك جملة أول هاد بتجيك يعني مزمون إكرامك كذلك من الرزم لنا كاتك ككابرة هاتبه نهاد بتجيك أوي كذا لو يقال حرف وجود لوجود يا وبعضهم يقولوا حرف وجوب لوجوب شكالي باش من بكله جاب هر حال
ليركان دلا لما إفادت لكان أو دقينا الواقع بوني فعل دوهم بشون فعل أول دا ودا مزران دني فعل دوهم بشون فعل أول دا يعني فعل دوهم كجي جيرد بيو ترتيبي أسري لسر دا دوا فعل أول كي لواقع دا ليركان دلا لكاتيكا نيرد دا وكاني إيمة چون بولاي لوت سيئ بهم أغنى چون آيا مساءتك بولوت روين دا بلان بچون رسولك مساءتك روين بچوني لوتكا اوان حال وزيان تكتشو دي قدكي كوري اوبيا ونمدد جاء ام جاء فالحرف الزائد يؤكد ذلك لما ام ايش دقينت ام معنى دقينت دو جملة دويت دو فعل دويت دو شتي دويت قلتا زالة كارماني جوغي تفاصيل زوالة باشا دو شتي دويت دو فعل دويت فعل اول بيت جو فعل دوم بدويدا اما ايشي لما ام انا كبدوا لما دهاتوا داكو كاني لسر ام رولو اركو وظيفه لما دكا كلما ايشيك لمشي ودكا كلما كارك لمشي ودكا اما ايشيتي واما روليتي واركك كبيس بير دا ولا لغه دي عرب دا باشا دبيني وقتك أن بدوا لما دادي داكو كاني بتر دكاتة ولم بابتة تأكيدي أو دكا تا أما تختأي أبو حيان إي أولي ثم إن قصة الخما إشارة بلو تختأي دومي يعني كهالي دومي ثم إن قصة الخليل التي فيها قالوا سلاما ليس في الصورة التي فيها سيئ بهم بل في صورة هود وليس فيها لما فاشان قصة خليل إبراهيم خليل صلى الله عليه وسلم التي فيها عليه الصلاة والسلام أو قصة وكوا فيها لو دا قالوا سلاما هي ليس في الصورة التي سيئ بهم لو صورة دانية كوا سيئ بهم تدايا بل في صورة هود بل كل صورة هود دايو وليس فيها لما باشا ولقصي خليل دا أو هاي فيها برق دي بنوبو صوري هود بلان أصره بي بنوبو قصي خليل ولقصي خليل دا كلا صوري هود دا هيا لمانيا جاءوا خطيب عرزي بلايخو ولا يظلم بيانم نازم بيانم نيانم ولا بيانم وانا أخو با اشتاك بيجيني نجي أو برقية كي حتوى إرادة دقيقة كذا لسيئة بهم كلا سوري أبدا هيئة كلا سوري بلين تماشاكا بآتكا تماشاكا لحد جان لسيئة بهم هي بلان عبارتكي ابن هشام برحمد بي وابيرتي كلاوي هداسي بهم نبت بلان ناهية تماشاك قالوا سلاما قال سلام فما ليس انزاب عيدلين حنيس كارمانية سي بابا نعظم زالة بعد درسكم تواب الله خزمة هم دعي سي بابا بدايك بالله شو بدايك بالله درسم هي بعد درسكم لتيق نسيه تماشاك الدلي دفر مي عفو ولما جاءت آياتي حتى وحوت لسوري مباركي هود باشا ما بصم في أويك سيئ بهم هيا ولما جاءت رسولنا لوطا سيئ بهم أو لودا هيا هروكو لوي عنكبوت جدا سيئ بهم هيا باشا كهوكو هر خوي ابن هشام شنايتي تاي سيهن دكاتون بلا آتي سيكسي ولما أن جاءت رسولنا لوطا سيئ بهم جاء الليرة دا باصي لودكاتو لهودا بلان دلي اوا دلي لفرمت فلم بلى تاسفين بويدوزم ولما جاء رسولنا لتنصئ بهم ليردا بانا ليردا بانا جاء كارمان جارب بمنيه بلان ليردا امباسي هناك امقصي لوت دوال لهدا قصي خليل
ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بحجر حديد. بس كلام قصي ابراهيم خليل دا كأون الراواني خواي جورهاتن بولاي ابراهيم خليل صلاويا كدو او خلاصه كان يشتي سلام فما لبث ان جاء بحجر حديد وقت ديتي نايخون ام قشتان بودن داوا لأن تسوت مترس أمن الرئيم ولا قوم لوتو ومراته قائمة فبضح فضح كفرش أبي إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أمان هات المجد خوشان بمدا وبهر حال كارك بوجر أمجد قصة داستاني لديتا بيشة جاء تماشاكا بوية من دلم إما كردين ما بس مخومن يبسوين بخوا خوا أقال دلم المصر إما كردين أو إن دي بيكسوا لقوماوين باشا ان جور اثمان نکردو خومن درخین جور اثمان نکردو خومن درخین بلان کابره اگه عربه لبر اوه سیاده و سلوری که خوانیان هیا نتویه کن لهم و دنیا اعتلافیان پیکلاوه دین شده نوسن والله و بالله و تالله لنوسینی هنده اکتب که عرب دین نوسن و اکتب انسان دتوانه هم رجا زور ملاهي لم كل سنة دا كتابي واب النسي باشا ولا جنابي عبد اللطيف خطيب تو أمهم وناو ناو بانجا ولا تو تمشاكا دلج جا تمشاكا هنا يوتي تي هنا إجازة فرمو باوي دوسم ثم إن قصة الخليل عليه السلام التي فيها قالوا سلاما ليس في الصورة التي فيها سيابهم بل في صورة هود وليس فيها لما جهل بد عبارتك عفو جاء عبارتك أبو ابن شام جوريك إلهات الله قريبا بلان نكعوا وقت أوي هنا تعليقي هشتي هنا باشا تماشاك. قال الدكتور مازن مبارك وزميله معلقين على هذا النص وسترى في هذه المسألة أن ابن هشام يصحح خطأين لأبي حيان افتراءه على الزمشري ما لم يقله بلام وخطأه في نص الآيات اشتيش آوي نسيوا إذ اختلطت لديه عبارة الآيتين أي هود أي عنكبوت أنت تماشاك. وفي هذا التعليق حيف على أبي حيان وقدره فصيرته تدل على أنه صادقا أم كان صادقا أمينا في كل ما ينقله ولم يثبت أنه افترى على أحد ممن سبقه ولو تريث المحققان ورجع إلى البحر وغيره من مؤلفات أبي حيانة ليرى النص ويتحقق من كلام ابن هشام لما حكم عليه بالافتراء أو لقال مثل قول الأمير في حاشيته وقوله ليست في الصورة التي فيها سيئبهم أي ليست فيها سيء مقرون بأن باشا وظهر أن القلم سبقه فقط إنما مراد أبي حيان قالوا إنا مهلكوه باشا أبوش جاء تماشاك ليرا كان دام بسما دينيت شدكات أودكات كوا لبيش جدا أودكات مثلا تعليقي ششكي أجا تماشا دكن فالحرف ظالي يؤكد ذلك أمزى أنظر رد الشهاب الخفاجي على ابن شافي الحاشية الشهاب الخفاجي بلا زانا بلا قد لأندازت وانا أبو ابن هشام داني براسي أمانا هيتي لأنداز ابن هشام داني برحل جاء أمزى ليرا كان دا ديني أبم شيوا بابتك دا شيويني باشا ديني أبم شيوا حالتك تيجد دا لواقع دا باشا كيسير بيان وايا كأمي ابن هشام غلطة كيتويتي يعني ابن هشام نيزاني وكلا هودي جدسي أبيهم هيا ويزاني هلا يدا هيا نبابا نأوانيا منوكو عرزم كدن تماشاكا على تشي على ثم إن قصة الخليلي التي فيها قالوا سلاما ليست في سورة التي فيها سي أبيهم لو سورة دا نية كواسي أبيهم تدايا باشا يعني ما سيبه سورة لسورة أكبود دانية كاكا بل في سورة هود بل في سورة هود وليس فيها لما جا هندق ليرا كان دا كوليس فيها لما فيها بلوتو بو سورة هود بلا
بله 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 وام بردو توانه باشا إيه كتويا أنا وليس في بل في سورة هود وليس فيها لما اللي أنا كان دا سورة جان لما يتدايا بلا أني تدانيا باشا دين أم إشكالة دقن اللي أنا كان دا مثلا حتى دمامينيش واقيف وبشتك جوان شتكي توجيك الدواء أوي سورة يهود ولقد جاء رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف باش أم جاء دليل أقل بقتري قصي خليل كسلام نتدى لسورة يهود هاتوا ولو دا ولما جاء رسولنا تنسي بهم هيا باشا دي لواقيد أوي كدليل ليست في السورة التي فيها سي بهم صادقني أم قصي ابن هشام أبو حانجو دليل ما بس بسي بهم أوي ك وكواقع أبو بجواب بولما كالدوية أنهات بيت كواقع أبو حيان خوين ديوتي ولا بيجدا باشا زور تاكا بلان أمال سورة عن كبود دايا كلما كبدو دي أنهاتو وأم سورة قصي خليل تدانية كواقعالو سلاما بيت أو قد بيت بل كل سورة هود دايا زابو يدالي قصي مصنف دلوسة جا استيه وليس فيها أم هاي لا تتوب صوري هود أصل أوي أم هاي بتتوب قصة يعني لا قصي خليل دا باشا كاكتويانا قالوا سلاما بابا لما نيلي بدا تاوكو أني زائلي بوبيني تأشي ديبك قصة كزوزر واضح حرونا قصة كزوزر واضح بلان هندق لوانا كحاشيان كدوشتا كان شوان دوا ثم إن قصة الخليل عشان قصة خليل التي فيها قالوا سلامك قالوا سلاما يتدايا ليس في سورة التي فيها سيئ بهم لو سورة دانية كلو دا سيئ بهم هي بل في سورة بل كل سورة هدايا وليس فيها لما أقبل لي سورة هدايا لما يتدان غلطة واحد دواب دواب تيأتي ولما جاء رسول ببي أنا بلان ليو دا لمانية يعني تي ليو دا لمانية يعني كاكا لو قصة دانية هاكي برنوب وقصة خليل لقصي خلدا لما نيبرع الراس قهوة عنيا لقصي خلدا ولما جاء ولما ولقد جاء رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال ما يتل ما يتدانيا جابوا كل يعني أني شيء تداني تاوكو تيجي دبك على واقدا هرتن عبارة مصنف إيش توزك إشكالي تدا هي على واقدا جنابي وحزادة ضل أجبي قتايا ثم إن قصة الخليل التي فيها باشا قالوا سلاما ليست في الآية التي فيها سيئ بهم بل في الآية التي ليس فيها لما على بجيش سورة آتي بنا يا باش تربو أو إلى ده جي خوتي بو ابن الشام إلى ده يبتا لو آتدى عني نقلوا سورة ده بوية چونك قمان خراب دروا لواقع ده جامع بس ما ويا وقت كاورا آقادار لشتاكنا بو دي تخطى ده كيسه أم خطيب كمن لم بدو هذا شو نما كابو مغني كدهم دوا كابي مانا هل يملا دا براسي دي إلا أول نبيتك وكو وكي سيدام قد بو تحقيقي نسخة كم بلا وباشا كأولي ردا أو لو نسخة جدا با إصلاحي بكم كالبيج داها كخوين من للاباري أو باللاباري بنجا وشش ككتي وقال الشلوبين لما كانت أن للسبب في جئت أن أعطيه أي للإعطائي فادتنا أن لساءته كان يجي المجيء أما وبعقبه أو وين سيء أو صحيح وبعقبه ذو باش تاو باشان تختئي كي أبو حيان دكات ثم كيف يتخيل يعني دكيو تخياله يا يتخيل أبو حيان خيال بكات كأن التحية تقع بعد المجيء ببطء باشا كيوتي اتصال لزومك ولو بلا بسمك شون خيالك ريا شون خيالك أبو حيان كتحية لدوام مجيء أوا واقعد يران ببطء بهي واشي باشا تحية أوي كيوتي قالوا سلامة باشا يعني دلو ولا قجار رسول إبراهيم بالبشرى شون كلو دا اتصال لزومنيا إذ ليس الجواب فيها كلو جوابك وكو أولنيا لو دا باشا جوابك جوابك لقصي إبراهيم دا قالوا سلامنا لواقع دا باشا
كون دو ما جئك ويا أم أبو حيان وضلبه ببطء بسستي يعني مولتي تدايا بلام لواقع دا السلام أصلا تصورناك ببطء تدابت باشا شوك تبعتن عجلك الدني صلاة ولو كسوا كديت جزء أو آداب الشرعي معتبرانية أجل إنسان خلافي أو حالصته بخطاب هلا دا للواقع دا دي شون خيال دكري يا أبو حيان خيالي أو دكات كتحيتك كقالوا سلامنا لدوام جيك وك لقد جاءت رسلنا حاتب واقع ببطء به واشي لسلو أمزا وإنما يحسن اعتقادنا أو ليردا كوملك تازك من مخطوط كتابك خطيب شنا بابزا أو تي نسيوا ثم التعبير إجازة فرمو وإنما بلا 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 يحسن اعتقادنا تأخر الجواب ليه دا واحدو ليه رجد أعلم نجد هر واحدو جابا أول تنبو تماشادك بوخ وينمو چونك كومالك شتي تدا على واقع دا كومالك اختلاف النسخي تدا وإنما أو يوكو أم نسخي خومات وإنما يحسن اعتقادنا تأخر الجواب في سورة العنكبوتي إذ الجواب فيها قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية باشا وبراستي جوان دكات أوي كوا جوان دكات باشا أوي كوا بلا وبراستي أوي كوا جوان دكات اعتقادي إما جوان دكات دوا كوتني جوابا للسورة عنكبوتة باشا للسورة عنكبوتة أوي كجواني دكا عرضي برايخوم كم لسورة عنكبوتايا نقل سورة هدى چونك لسورة هدى جواب لينيا لودا لما يتدانيا بيتشواني سورة عنكبوت كلما يتدانيا باشا إذ الجواب فيها جوابك لودا تيا قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية باشا جوابك أويا جاء أم جاء لسال أم إنما يحسن يا يحسن تماشاكا كان نسخة هي أما نسخة كي من آوين إنما يحسن اعتقادنا تأخر الجواب باشا أبراسي جوان دكا بيرو برواي إما باشا بودوا كوتيني جوابك يعني لهاتنك لسورة عنكبوتا چونك جوابك لويدا قالوا إن أملك أهل هذه القرية باشا كلويدا مثلا أبو شيوية تحية أواني تداني وكدبيني تماشا كان كومالك مخطوطة آوهاتون لنسخيه كان دا آوهاتوا وإنما لحسنوا اعتقاد تأخر الجواب أو كجوانا اعتقاد بيربرويد وكوتيني جوابا لشودا لسورة عنكبوتا نقدا سورة هدى لنسخيه كدا هاتوا وإنما يحسن اعتقاد تأخر الجواب لنسخيش كده حرب وشواهاتو باشا وزا اشتا كمان بالي حالي ببيت وبراسي جوان دكا يا جوان دبيت بروابون بدواكوتين جوابك لهاتنكا لسرعة كبود دابيت او جوانا كده جوابك كتان قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية باشا إنا مهلكوا أهل هذه القرية وقت اكتو تماشا سوري عنكبود دكي تماشاكا البته او پیریز دکا قرآن تنه برده استاده هر براسی لیغلا موشتر باوی که بابته که دانو که خویلی حالو چون که آتکان زور زور شبیه بیکن بگو من اگر لبرده استان تانه بی جایر انسان که لبریشی بی هل بخوالی تیگه چه جابویا تماشا که لسوره هده بابتان سوره انکه بود افواف تماشا که ولقد جاءد لماذا دعا الله إلى سورة عنكبوتا جاء رسول إبراهيم بالبشرى قالوا إنه الأزغر أبو الشوية قالوا إنه مهلك أهل هذه القرية ولقد جاء رسولنا إبراهيم بالبشرى باشا قالوا إنه مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين آي سيويك لو سورة هدى قالوا سلامنا لماذا السلام والتحية جي خويني أدواب كيف مالان لا سورة عنكبوتا كقصة إبراهيم تدايا طلوا لما جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا
او لا تاخذ جوابك الجبه اشكالي تدني. قالوا انا لهذه القريه جاوق صزور هالضق لي الواقع ده باشا. آه ها زور تاكا باشان بروكو تايبروين. ثم ان التعبير بالاساءه لحن. ابو حيانوتي تنبيه متاكدا على ان الاساءه كانت تعقب المجيء ايا بعقب المجيء اشتجاوا. دلت تعبير باساءات غلطه لان الفعل الثلاثي شو كفعلك الثلاثي السيئة كما نطق بالتنزيل كل قران ده نطق في كلا وحاتوا. والصواب المساءه او كدرستا مساءته وهي عباره الزمخشري. كعباره الزمخشري يعني دلها على عبارتك جدا كهنايتي نقلكي بيتشوانا بوا جيكي خوينا ولا واقيدا جاء اوانا. ثم كيف يتخيل او بوبا ايرادي السهم باشا ايرادي السهم. ثم ان التعبير ان التعبير ابا مشيويا بالاساءة ابوبا ايرادي شوارا يعني شوار دانا خالصا ابو حيان دوزيتوا لنقل او بابتا لك لازم اشتريه وكدوتي لسوريا انك بودا كلمه دا جوابك اگه دواش که ببطء باشه و باشكال تدانيه باشا چون كلمه دا سلاما نيه لسوريا انك بودا جوابك تي قالوا انا مولك اهل هذه القريه دكري لفيش وقصه وبعصه اشتيش كلابه امزا برسيار كلابه ما بسي هاتن تانتيا ما بسي سردان تانتيا وتو انا انا مولك اهل هذه القريه اوا اگه جوابي لما كلمه جداد واك اشكال تدانيه طبعا لولاي لا صورة يهدى كقصة خلدنا لما يتدعي أن جوابي لما يتدعي أيوانيا جالي يدى دوا كوتني السلامك كاركي نامتية كابرك هات جلد التحييد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.